السلام عليكم ورحمة الله، معكم سالم السراج من قناة تكنولوجي جو. اليوم راح نستكمل مع بعض بدرسنا السابع لتعلم تصميم المواقع الإلكترونية. هذا هو درسنا السابع واللي راح يكون ان شاء الله اخر درس بال HTML لحال، بس كتصميم المواقع الالكترونية لسه راح نستمر ان شاء الله. الدرس الجاي راح نبلش بال CSS، اخر درس بال HTML معنا اليوم اللي هو طريقة الروابط الداخلية. الروابط الداخلية اللي هي مثلا انه انت بتضغط على زر بداخل الصفحة وبيوديك لمكان داخل نفس الصفحة. كيف بنستخدم هاي الطريقة؟ عن طريق تاج الـ A اللي هو تعلمنا انه هو في هايبر لينك بيودينا لأي موقع احنا بدنا اياه. اول اشي بنحط ID للمكان اللي احنا بدنا نوصله، وبعدين من خلال الـ A نعطي href للـ ID، بس بنحط قبل الـ ID اشارة الهاشتاج. نجرب مع بعض هذا الحكي على البراكتس، نحط اي اشي مثلا. كلها احنا شرحناها سابقا، لازم الكل يكون عارفها طبعاً وعارف ايش اللي احنا بنكتبه وايش اللي راح يظهر معنا على المتصفح عندما نشغل الرن. طبعا هذه كله تيست، بس عشان ايش؟ عشان نعرف شو المقصود بالروابط الداخلية. احنا هون لما راح نشغل الصفحة المتصفح راح تظهر لنا بهذا الشكل، هاي الباراجراف اللي عندنا والهيدر والبري اللي احنا حكينا انه اي شيء راح نكتبه راح يظهر زي ما هو داخل البري. طيب نجرب انه احنا ننسخ هذا الحكي اكثر من مرة. بس عشان احنا نفرق بينهم نحط هاي بي، المرة الثالثة نسميها سي. راح يظهروا عندنا بالمتصفح على هذا الشكل، هاي محتوى الـ A ومحتوى الـ B ومحتوى الـ C. طيب انا مثلا كان في عندي موضوع كتير طويل وراح يضطر القارئ انه يضل ينزل ويطول وهو بينزل عشان يدور على الموضوع اللي هو بيبحث عنه. طيب شو الطريقة اللي انا بقدر اني اسهل على المستخدم انه يتنقل بين هاي المواضيع؟ زي ما حكينا بدنا نحط لكل فقرة مثلا باراجراف او هيدر او البري نقدر ان احنا نحط له اي دي ونسميه بالاسم اللي احنا بدنا اياه. اول واحدة مثلا نسميها ايه، وثاني هيدر نسميه بي، نكتب id equal double quotation نعطيه ال id اللي احنا بدنا اياه بي، وهون مثلا نعطيه id c. طبعا هذا الحكي لما نفتح المتصفح مش راح يأثر على اي اشي من المعروض على الصفحة، بس هو عبارة عن تعريف داخلي انه هاي الفقرة هي اسمها A، الاي دي تاعها المعرف اسمه A. طيب راح نستخدم هون ال A اللي هو فيه href عشان نوصل لهي العناصر. href equal بعدين نكتب قبل الاي دي اشارة الهاشتاج عشان يتعرف عليها انه هاد الرابط هو موجود داخل هاي الصفحة مش خارجي، يعني عشان ما ينقلنا لموقع خارجي. نحط في A ونكتب
مثلا this is a. نعمل روابط ثانية لل b وال c. أنا أعطيه بي آر عشان يعطينا سطر جديد بين كل واحدة وواحدة. هون صار في عنا هذول الروابط، تقدر إنك تعملهم على شكل منيو إن شاء الله لقدام بالسي اس اس. بالدروس القادمة رح نتعلم كيف نعمل هون منيو وهيدر وكل التصاميم اللي بتشوفوها بالمواقع هاي. بتقدر إنه من هون إنت توصل لأي فقرة إحنا كتبناها، فبدل ما المستخدم يضل ينزل يدور مثلا على السي، بيقدر من هون بهذا الاختصار يكبس عليه ويوديه للسي. وكذلك الأمر بيقدر انه يوصل من هون للبي او للاي، بس هي يعني موجودة هون فعلا، بس بنزلك لعندها بالضبط. هاي هي الروابط الداخلية زي ما حكينا، بس هي عبارة عن نقل المستخدم إلى الموقع أو إلى الفقرة التي هو يبحث عنها بدل ما يظل ينزل بالسكرول داون. وفي عنا الروابط الخارجية، احنا تعلمنا كيف نوصل لمواقع خارجية مثلا زي الفيسبوك زي التويتر أو أي موقع أنا بدي إياه، بس من خلال نحط الرابط بعد ال href https://, وبعدين نكتب الموقع اللي بدنا اياه .com. بس انا مثلا اذا في عندي اكثر من صفحة، انا عامل اكثر من صفحة html بدي اتنقل بينهم، فلازم نتعرف على الطريقة اللي احنا بدنا نعملها. اول اشي بنقوم بانشاء ملف جديد، خلينا بالأول نعمل له سيف ونسميه بيج 2. سيف ونحط تعريفات عن ال HTML اللي احنا تعرفنا عليهم، عشان بلاش ما ناخد وقت الفيديو خلينا ننسخهم من هون. بس في شغلة احنا نسيناها، انه احنا لازم نسمي page.html عشان يعرف انه هذا الموقع، انه هاي الصفحة هي عبارة عن html. تمام، نروح داخل البادي عشان نعرف انه هاي الصفحة هي البيج 2. خلينا نجرب نعمل run لهي الصفحة ونشوف كيف راح يظهر معنا على المتصفح. هاي هي البيج 2 اللي احنا انشأناها حاليا. طيب احنا هون عندنا البيج 2، وكنا سابقا قمنا بانشاء هاي الصفحة اللي حطينا فيها هذول العناوين والنصوص. طيب انا لو بدي انتقل من هاي الصفحة للصفحة اللي انشأناها، لازم نعرف شو هي الطريقة. نستخدم نفس الروابط اللي احنا حطيناها بال href، بس بدنا نحط بال href اسم الصفحة وموقعها. طبعا احنا هون بنلاحظ ان الصفحتين
بنفس الموقع. يعني مثلا لو فتحنا هون راح نلاقي ال HTML new وال page 2 بنفس المكان. شو الطريقة لنوصل من ال HTML 2 إلى HTML new عفوا إلى ال page 2؟ نستخدم نفس هاي الروابط بس بنعطيه هون سلاش واسم الملف اللي احنا بدنا اياه اللي هو البيج 2 دوت في سبيس دوت اتش تي ام ال، نعطيه سيف. نسمي اللينك عشان نعرف انه هذا هو اللي بودينا للبيج 2، نسميه جو تو بيج 2. نشوف هون المتصفح صار في عندنا رابط جديد بودينا للبيج 2، بنحاول لما نكبس عليه راح ينقلنا الى البيج 2. في شي غلط؟ اها h2.html تمام. لازم انه احنا نسمي الملف من غير spaces، هاي معلومة مهمة نسينا انه احنا نذكرها، فلازم انه احنا نفوت عليه ونغير الاسم، نشيل السبيس اللي بين البيج والتو، او بتقدر انك تستخدم اشارة الماينس. خليها احنا بيج 2 ونحاول نعدل على الكود اللي عندنا هون، نخليه من غير سبيسز. نجرب مرة تانية ونروح على البيج 2. شكلنا احنا ما حطيناش اشي بالبيج 2. تمام. هاي هي البيج 2، نرجع نجرب من اول وجديد نحن نوصلها من خلال الرابط اللي عملناه. نعمل رن من اول وجديد عشان يتعرف على التغييرات اللي احنا قمنا فيها، ونروح على البيج 2 ونلاحظ انه ودانا للبيج 2 من خلال الرابط الموجود عندنا هون اللي احنا حطيناه يوصل لعنده. طيب لو كان البيج 2 داخل مجلد شو بنقدر انه احنا نعمل عشان نوصل للبيج 2؟ فمثلا لو احنا رحنا من هون ونقلنا البيج 2 الى مجلد وليكن مسمينه احنا زيرو، فهون احنا لما راح نعمل run ونجرب ان احنا نروح للgo to page 2 راح نلاحظ انه في عندنا غلط باسم الملف او الرابط اللي احنا حاطينه، لان احنا هون حاطين له انه هو البيج 2 موجود على نفس المجلد اللي موجود عليه ال HTML new. طيب انا كيف بدي اوصل للمجلد اللي اسمه زيرو
اللي فيه بجوا البيج 2. بنحط قبل هاد السلاش سلاش اسم المجلد اللي هو 0. نجرب مع بعض، نعيد التجربة ونعطيه go to page 2. راح نلاحظ انه وصل للpage 2 من خلال مجلد اسمه 0، بعدين دخل داخل مجلد 0 وبحث على page2.html وجدلنا اياها عفوا، وظهرت امامنا بالشكل اللي احنا شايفين. في تاج احنا ما تحدثنا عنه كتير اللي هو ميتا، اللي كنا نحط فيه by default car set equal UTF-8. ممكن انا حكيت ببعض الدروس السابقة انه هاد الميتا بنستخدمه لتعريف الحروف والرموز اذا كان احنا راح نستخدم رموز غريبة او حروف غير الانجليزي والعربي، مثلا زي الروسي او الهندي او الصيني. مثلا هاي الحروف ممكن نتواجه بعض الاخطاء بلغة ال HTML، فبنستخدم ال UTF ماينس بعدين 8 عشان نعرف هاي الرموز الغريبة. طيب احنا بدنا نعرف ايش في استخدامات اخرى للميتا. بيستخدم هذا التاج لتعريف اشي اسمه keywords. الكيوردز اللي هي المفاتيح الرئيسية للموضوع اللي انا عم بتحدث عنه بهاد الصفحة. يعني مثلا انا هاي الصفحة بتحدث فيها عن تعليم ال HTML والويب ديزاين، فانا بكل بساطة بحط بالهيد تاج اسمه ميتا، ونعطيه name equal keywords بين double quotation، وبعدين content equal double quotation، وبحط الكيوردز اللي انا بدي اياها. مثلا بقدر اني احط اسم الموقع تاعي، شو اللي انا بقدمه اللي هو tutorial انه تعليم، بعدين شو اللي انا بعلمه مثلا الويب ديزاين، اللغة اللي بستخدمها HTML JavaScript CSS. طيب انا ليش بستخدم هاي الكيوردز؟ الكيوردز هاي بنستخدمها عشان تقوي السيرش للموقع اللي انت عم تقوم بانشائه. نجرب مع بعض على جوجل نكتب تكنولوجي جو. راح تلاحظ انه طلع لك موقعنا تكنولوجي جو بالبداية، وكاتب لك هون الاسم الرئيسي للموقع، وهون معلومات بسيطة عن الموقع. تمام. طيب وين الكيوردز؟ الكيوردز اللي هي كلمة تكنولوجي جو. فمثلا انا لما ابحث عن تكنولوجي جو راح يعطيني اياها موجودة هون. طيب انا لو بحثت عن اشياء تانية مثلا زي ال HTML، زي دورات تعليمية، زي tutorials، هاي كلها keywords طبعا بتكون مستخدمة بكثير من المواقع، فرح تطلع لك على حسب قوة الموقع اللي كان عليه الاستخدام والزيارات الاكثر في العالم. نجرب مثلا مع بعض نكتب tutorial HTML. هون احنا بنلاحظ انه كتبنا tutorial وكلمة html، هدول الكلمتين هم عبارة عن keywords. فجوجل بيبحث عن اكثر موقع مختص بهي المواضيع اللي احنا بحثنا عنها، واللي هو w3schools. هذا الموقع من اقوى واشهر المواقع لتعليم البرمجة، وبتقدر منه انك توجد حلول لبعض المشاكل اللي انت بتواجهها. وهون مثلا هدول الاشياء اللي هم بيعلموها، وطبعا في بحر من المعلومات بخصوص البرمجة، تقدر انك تزورهم وتطلع على مواضيعهم جدا مهمة ومفيدة. هاي هي الكيوردز اللي حكينا عنها. وفي استخدام تاني للميتا نفس طريقة الكيوردز، بنعطيه نيم وكونتنت، بس بالنيم نكتب له ديسكريبشن، وبالكونتنت نعطيه نص كامل. الديسكريبشن اللي هو الشرح البسيط عن الموقع اللي شفناه قبل شوي لما بحثنا عن تكنولوجي جو، اللي هو راح يطلع لك هون. هذا هو الميتا اللي هو عبارة عن ديسكريبشن بسيط بيشرح عن الموقع عشان لما حدا يبحث عنه يقرأ مقتطف عن الموقع ويعرف موقعنا بإيش مختص.
ولهون بنكون وصلنا لنهاية درسنا بخصوص ال HTML. بدرسنا الجاي إن شاء الله راح نبلش نتعلم عن ال CSS وطرق تغيير الألوان، تغيير الأحجام، تغيير الخطوط والأزرار وكل إشي بيتعلق بالديزاين إن شاء الله. وإذا أعجبك الفيديو لا تنسانا من زر اللايك والشير والاشتراك بالقناة عشان يوصلك كل جديد، وتفعل زر الجرس. وأشوفكم الدرس الجاي على خير إن شاء الله.